يعني إذا ما أردنا أن نتكلم بصراحة وكل شخص عنده وجهة نظره، في تقديراتي الشخصية أنا أرى في حكومة الكاظمي أفضل من حكومة السيد عادل عبد المهدي. كان هناك نوع من التعامل الإيجابي، وأبدأ بها في العلاقات الدولية، كان هناك نوع من التعامل الإيجابي مع جميع الدول المجاورة للعراق، لم يكن هناك تحسس ولم يحسب السيد الكاظمي لدولة على حساب دولة أخرى، كان متزنا في موضوع العلاقات الدولية. في الشأن الداخلي الجميع يشهد ويعلم حاليا في موضوع التظاهرات، في حكومة السيد عادل عبد المهدي ما يقارب 800 شهيد أو أكثر، و30 ألف جريح ومعاق ومشرد، وكثير من الأمور وخراب في الدولة. ومن خلال المسيرة السياسية وأيضا مسيرتنا العملية في الحياة، لم نشاهد في دور السيد عادل عبد المهدي أي لجنة تحقيقية استطاعت أن تخرج بنتائج، بينما على العكس في حكومة السيد الكاظمي شاهدنا كثير من اللجان على رغم يعني قد تكون قليلة أو كذا، لكن كانت فيها نتائج إيجابية. أيضا فيما يخص هيبة الدولة، الأخوان إذا كانوا قسم منهم في الفصائل أو في الحشد، كان ولاءهم للسيد عادل عبد المهدي أكثر من ولاءهم للسيد الكاظمي، ولذلك نحن نشاهد بعض الأحيان تجاوز على اسم الدولة وعلى عنوان الدولة وشهر السلاح بوجه الدولة، بينما لم يكونوا كذلك في وقت السيد عادل عبد المهدي، على اعتبار أنه السيد عادل عبد المهدي كان نوع من الغطاء لهم، لم يكن في مواجهة معهم، بل كان غطاء لهم في كثير من هذه يعني التصرفات. هذه التحركات، هناك هذه التحركات مقصودة لثلم شيء من هيبة حكومة السيد الكاظمي. الأمر واضح أستاذ عدنان طبعا، وإلا يعني إحنا اليوم نتكلم عن 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 دولة ونتكلم عن مؤسسات. إذا ما نريد نحترم القضاء، إذا إحنا على شنو موجودين بالدولة؟ إذا ما نريد نحترم الأجهزة الأمنية، على شنو يعني إحنا موجودين بالدولة؟